حميد خير؟ إيش بيوجهك شوكات الذبان؟ شنو خسرت فلوسك في البورصة لو شنو؟ شنو هاي شو؟ يابو أوه الزم الزم خليك بعيد عني يابو يابو شكو؟ أوه شنو؟ شنو هاي؟ يا معودين إيش بيكم تحشولي شكو؟ شنو تقرون؟ والله عمو نوري جاي حجز على أخويا حميد والحجز 30 مليون عليه وما راح يقدر يدفعهن بحياته أنا متأكد من هالشي مستحيل إيه؟ الخاطر الله جوز من الغاوي ماتك ترى كرهتني بالدنيا جيب شو إيه صدق اسكت أحسن حجز بقيمة 30 مليون لك حجزش هذا عمو مو كنت ساكن في فيلا من كنت اغني اثاري زينه رايحه صارفه كوما من البطاقه صارفه كوما وكل هديون متكومه والله حميد قايلها ابو المثل التاكل العنز يطلع منها الدباغ اي والله عمو انت تقدر تنطيني دين هسه والله شو اقول لك حميد اذا تنتظرني كم شهر انطيك ماكو مشكله البارحه دفع الضريبه ها سنان عيني انت تنطيني دين ها اني ايه لك صدق حميد اجيت على الشخص المناسب لك دباوعني انت مو تدري جيوب مصفرات طول عمري ها عارف ضلعي ها والله اخوي حميد لو عندي ها علي كمان احنا شو نسوي عندنا هالقد فلوس اخوي حميد ايه افتهمت أنا شو أسوي لعد أشتغل ليل نهار أتعب حالي ما أغمض عين وأطلع روحي وأظل أشتغل وأجمع المبلغ لحد ما أدفعهم إن شاء الله كل الهلا بيك عمي وين تريد أوصلك عالسوق ابني عالسوق تأمر أمر ألو شيت وياش قال شنو 10 ملايين ايش هذا مخبل شنو يحسب نفسه فنان مشهور هو بس يغني كم اغنية بالعرس شنو 10 ملايين اصلا العرس كله ما يكلف 10 ملايين ما اريد اوفى خلي يغني روحه اعوذ بالله العفو عمي ترى اني سمعتك بدون قصد بس افتهمت انه انت محتاج مطرب مو بالله محتاج مطرب مو ايه ابني راح يتزوج الله يتمم بخير عمي قلت اجيب فنان ايه كل زين تسوي بس اخوي اسعارهم نار حتى الناس اللي ما تعرفهم يردون على الليلة 10 ملايين ايه عمي حقك بس تدري انت شقد محظوظ لانه الحظ جابك برجليك علي انا عندي فنان ما سامع هيك صوتي يدوخ الماس هو اسمه اصلا حميد الماس حميد الماس ما سامع بيه ابد شلون ما سامع بيه عمي هو كلش مشهور ترى وعن قريب راح يطلع الالبوم مالته وراح يشتهر اكثر طبعا انا مدير اعماله فاذا تريد اجيب لك اياه الحميد ب5 ملايين بس 5 هواي يا اخوي خلي نسويها 3 3 تمام يلا ما يخالف خليهم 3 تدلل انت مو غريب عمو ترن 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 لك حمودي تدري انت شقد محظوظ كل مره تشنس وياي لك ابني ايش صار عيني يقول دبرت لك حفلة عرس تغني بيها ها شلون وياك الله بدو اروح لك اني عيني تسلم كبدي انت تعال ابوسك اوقف 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 بس على كيفك اوقف قالوا نعطيكم 500 ألف انا قلت لهم ما يصير فنان مثل حميد يغني بهيج مبلغ لذلك قفلت على 1 مليون اخذت منهم بس 1 مليون خوش عيني كل الزين والله راح ادفع اول قسط مال الحجز اخوي حميد انت لا تخاف ابد ما طول اني بظهرك واني مدير اعمالك اني اوصلك للنجوميه والله لا خليك تنشهر وتطش المهم انت ثق بمدير اعمالك سنان كاي لا تقول لي ثقه عافيه صار ايه